البداية كانت من جدة، مدينة الفن والجمال. في أول يوم من اختبارات الأداء، تفاجأ فريق العمل بتواجد مبكر من المشاركين. الجميع كان متأهب للمنافسة، حضور جميل، والمفاجأة أنه كان هناك حضور للأطفال، وهذا دليل على أن المنافسة ستكون شرسة خلال المراحل القادمة. من هنا كانت البداية. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، عرفنا باسمك حبيبي. بشرى الأمين من سوريا، العمر 28 سنة. أنا الفقير إليك يا رب، وأنت عني غني، والضعف في أصيل، وأنت رب قوي. الكل يفنى ويبلى، وأنت وحدك حي. الله عليك عبد الله. أنت مغير اللحن شوية. بشر عفوا، اللحن قديم حاب تطور عليه يعني ليش؟ ممكن. ها؟ ممكن. هي بس أنا أشوف إنه القديم مازال أفضل يعني. الجديد اللي عملته أنت فيه نقص في الجمل كثير. أي شيء. الكل يفنى ويبلى. بشكل اختصار. سمعنا حاجة ثانية. نوح الحمام على الغصون شجاني، ورأى العزول صبابتي فبكاني. إن الحمام ينوح من ألم النار، وأنا أنوح مخافة الرحمن. فلئن بكيت فلا ألام على البكا، فلطالما استغرقت في العصيان. يا رب، عبد من عبادك مشفق، بك مستجير من لظى النيران. فارحم تضرعه إليك وحزنه، وامنن عليه اليوم بالغفران. حيرتني أنت صراحة. حيرت قلبي معك. أي والله حيرت قلبي معك. أي والله. إيش رأيك؟ أنا بالنسبة لي حاطك كرت أصفر. توكل على الله وأنا أخبر معك. خلاص كده ان شاء الله تلقى نتيجه. ايش صار معك؟ واحد اصفر واحد احمر، واحد هلا واحد اتحاد. واحد هلا واحد اتحاد، يعني كده انت انتقلت لتصويت الجمهور. ما بعرف انا شو الوضع تبع الامر هذا، وان شاء الله كله خير. طب كيف شفت لجنه التحكيم معك؟ كيف اداؤهم؟ كويسين الله يعطيهم العافيه. انت اخترت الاغنيه المناسبه؟ شو والله ان شاء الله، ان شاء الله الشيء المناسب، بس يعني تعرف الواحد في يعني شويه ارتباك والامور هذه. ان شاء الله تصويت جمهور كان معاك، وان شاء الله تحسن ادائك اكثر من كذا. اكيد ان شاء الله. مع الله مع الله مع الله في لالات النجوم، وحك الغيوم وضوء القمر. مع الله عند مزيج الرعوب، ولمع البروق ودفق المطار. مع الله مع الله مع الله في الفلك المستطيل، وفي الشمس تجري لا مستقر. مع الله عند هزيم الرعوب، ودفء الغيوب
المطار. الجمهور هو إيه؟ إذا كان حاب صوتك وحاب يرشحك فأنا أتيح له الفرصة هذه فأعطيك الكتر الصغير. ما خليك ما سامحني يا حسن أنا نفسك. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. الله يسعدك حبيبي. كيف حالك؟ والله بخير بشرك. عرف بنفسك حبيبي. حسن علي محمد الفقيه من السعودية من محافظة القنفذة. ما شاء الله ما شاء الله. أنت الذي من نورك البدر اكتسى والشمس مشرقة بنور بهاك. أنت الذي ناداك ربك مرحبا ولا قد دعاك لقربه وحباك. لك معجزات عجزات كل الورى وفضائل جلت فليس تحاك. قد فقت منزلة جميع الأنبياء سبحان الذي سواك. صلى عليك الله. صلى عليك الله يا عالم الهدى ما حن مشتاق إلى رؤياك وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين وكل من والاك. سمت سمت رائع رائع حسن ما شاء الله تبارك الله. طمعت لو تسمع حاجه ثانيه كذا بس تكون حاجه ايقاع سريع. شوف ايقاع سريع ايه. ليه نحن كذا نحسن في حاجه حلقه كذا يعني خذ وضعك وارتاح وسمعنا حاجه سريعه. ليه الجفا يا غالي؟ اي شيء. ليه الجفا يا غالي تاركني أعاني زعل ولا تغلي ولا شي ثاني ولا شي ثاني. كم وقت احتوانا لحظة ما لقانا والسكوت ابتدانا فرقتنا الليالي فرقتنا الليالي. تدري مكانك غالي صدق شغل بالي لا تخيب لي ظني تروح عني وتنساني تروح عني وتنساني. الله عليك. ها للحين خايف بعد؟ لا للحين ما شاء الله عليك ما شاء الله. شوف وجهة نظري في الأول والثاني يعني كويس إن الأستاذ محمد قال لك قل واحدة ثانية. ترى اختيار مهم مهم جدا إنك تختار وش راح تقدم يعني كيف ألبس الثوب اللي يناسبني. اللي قبل ترى يعني في استعراض أحس يعني أكثر من اللازم لما يكون في يعني مو السر ترى التنقل بين المقامات. السر إن تعطيني جملة حلوة يعني كيف أختار جملة جميلة حلوة كذا. شوف الثانية القصيدة الثانية مقام واحد بس أديتها بشكل رايق وحلو ومناسب عليك. أحسنت يعني والله أنا سامحني يعني لازم أعطيه أخضر يعني. الله يعطيك. يا حسن أحلى. أنا هعطيك حاجة تانية حلوة بس أبعد في البداية في صوت طالع مع صوته كده هذا خلنا هذه طبيعية معك على طول ولا مؤقتة؟ ما أدري أنا طبعا أشوفها طبيعية. إيه طبيعية يعني أشوفها نايم كويس أمس في الليل. ترى في ناس يشوفونها حلوة. ها؟ في ناس تعتبرونها. طيب. إيه في ناس تعجبهم طبعاً. خلاص أخضر ثاني مع سعد الله والله يحييك على تسجيل. مبروك عليك. الله يسعدك الله يبارك فيك. تستاهل. الله يسعدك.
والله الحمد لله الأستاذ عبد الله والأستاذ غزالي ادوني كرتين خضر والحمد لله تأهلت المرحلة الثانية. ما شاء الله، أكيد لجنة الحكام أول مرة تصفق للمتشارك بإذن الله، وأتمنى للتوفيق للمشاركين الباقيين. كيف شفت أدائك أنت واختيارك للأغنية؟ والله طبعا هم قيموني، طبعا أنا قدمت في البداية موال وقالوا لي سمعني شيء يعني في الإيقاع أسرع، سمعتهم شيء، فالغزالي أعجبوا الموال وسعد رسكيت أعجبوا اللقاء الثاني. إن شاء الله بعد كده الجمهور أعجبوا الغناء بإذن الله. رحمن يا رحمن يا من فوارشه مرتفع، يا رحمن رحمن يا رحمن يا من فوارشه مرتفع، يا رحمن يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع، يا قاضي الحاجات يا من للسراير مطلع. الله الله الله. إذا عجبكم صابر صوتوا له رشحوه فأعطيك الأصبر. إذا حلا حلا موفق إن شاء الله. إحنا نبغى الكل يفوز، بس كلمة منشد العرب ترى مو سهلة. اكيد اي انت لا. يعني واكيد انت ما دخلت هالمسابقه الا انت يعني لا. مقدر اهميه نعم. هالكلمه نعم. اي فاحنا نقول أصفح. نفس الكلام اي عند الجمهور وان شاء الله يا رب. باغي الخير صلي على احمد وامسك الباب وردد، سعدكم دام يلي تحبونا يلي تعشقونا، سعدكم دام يلي تحبونا يلي تعشقونا. شكرا لك الله يبارك فيك يا رحمن. السلام ورحمة الله. أهلا وسهلا. أنا حمزة عبد القوي أحمد إسماعيل مزياجي. ونعم من فين أحمد؟ من اليمن. حمزة. ما شاء الله. حمزة. يا حمام الشوق وديني وصل سلامي يا طيبة قلبي عليك. والمشاعر تعزف دايم فكري فيها صاحي ونايم، والله طيبة يا أغلى هدية يا طيبة يا ناس ما ندية سلم عروض البقية، طيبة تداوي 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 قلب العالية والقلب وغلها يا منايا وفكري وروحي نظرا فيك تشفي جروحي، زور ليك أقصى طموحي عندي طاها نفسي رضية، يا محلى وأغنى ظلالك يا طيبة باي جمالي، طيبة تداوي 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 قلب العالي. الله 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 الله، هذا دخل بواسطه ترى. ما شاء الله، انا بالنسبه لي من اول ثلاث ثواني متاهل. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. وانا كذلك، لكن بعطيك ملاحظات للمستقبل يعني عشان معانا في الجولات الثانيه وفي التصفيات النهائيه لا تنتبه. انت الان الله سبحانه وتعالى بيعطي الانسان صوت حلو بيعطيه مساحه، انت الان قاعد تستخدم اعلى مساحه عندك، فاكثر من كذا ما حتقدر تطلع. لو في طلعات لا حاول تبدا بطبقه كويسه حتى يكون صوتك مرتاح. لا اخفيك انا وسعد عبد الله احنا قاعدين نسمع بحكم اني انا عارف اللحن، ففي اشياء عاليه ودي كذا يعني خايف انه لا ينقطع صوتك او انك توصل مرحله صوتك يمكن انا عشان ما سمعتها ما بينت معي. ف
ابدا يعني بطبقه تناسب صوتك عشان تكون انت مرتاح والمستمع برضه يكون مرتاح. وبالنسبه لي تستاهل اخضر بكل جداره. كمان جزاك الله احسنت. الله يعافيك، الله يبارك فيك. بس انا لسه ممكن اعطيك احمر انا لسه. استنى اي والله لسه انا يمكن انا ما اعطيتك كرت. اي لسه ان شاء الله احط لك على الاخضر علامه. ها تبغى احمر؟ من ربنا على لا احسنت، بس حاول تفتح فمك وانت تغني ان شاء الله. صحيح والله يعني اول فرصه انا. اي لا احس انك شويه يعني كل ما تفتح ترى كل ما يطلع الصوت اوضح يعني يكون مخرج الحروف عندك. بسم الله اصفر الاحمر والاخضر لكن انا اقول اخضر. كمان زين والله يوفقك وان شاء الله نلتقي ان شاء الله في المراحل. ها بشر ايش صار معك؟ والله الحمد لله. ايش الكروت اللي اعطوك اياه؟ دون اللون اخضر. كل اخضر اثنين؟ ايوه الاخضر اثنين. السكيتي كان حيعطيك احمر ولا اخضر؟ السكيتي يقول لي اصبر وقف ارجع ورا. طب شكيت في لحظه انه ممكن يعطيك احمر؟ والله شوف قلت يمكن ولا لا بس الحمد لله. كيف كان أداء لجنة التحكيم؟ لا والله تمام الحمد لله. طب أنت اختيارك للأغنية كان اختيار مناسب تشوفه؟ اختيارك للأنشودة كان مناسب؟ أيوه إن شاء الله. يعطيك ألف عافية وإن شاء الله بالتوفيق. يا أمي بس داير عفوك قبل يفرقنا القدر يديك لي عمرا طويل في الدنيا يوم ما تشوفي شر. يا غالية يا ست الحسان يا أسمى من كل البشر. أنا أسلم الأمر لله ثم للجمهور. وأنا كذلك للجمهور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساك الله بالخير. مساك الله بالنور. محمد معيض الراجح مملكة العربية السعودية الطائف. الله 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 كلما ناديت يا رب قال يا عبد يا الله كلما ناديت يا رب قال يا عبد يا الله ربي فاجعل مجتمعنا فينا معين وسلام وزد الأوطان أمنا وادمها في وئام. والله الله 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 كلنا. أنا بكل صراحة أعطيك أخبار. الله يعطيك العافية. في شيء مميز عندك يعني. بما أن الأستاذ عبد الله أعطاك الكرت الأخضر أنا صراحة صوتك جميل وكنت ناوي يعني أرجع الأمر إلى الجمهور يعني الجمهور هو اللي اختار إذا كان حاب يكون معنا في النهائيات ولا لا، لكن جت عربة شوي هذه تخليني أعطيك أخضر. الله يعطيك العافية. في نص الأنشودة كذا في فقرة أنت ما يجيبها إلا الكبار يعني. الله يعطيك العافية. بالتالي أنت عندك إمكانيات بس طلع بس تستاهل الأخضر. الله يعطيك العافية. إيش اللي صار معك؟ والله الحمد لله أخضرين. أخضرين ما شاء الله. أستاذ محمد صار صحيح كان في شوية ملاحظات أستاذ محمد الغزالي لكن كانت في محلها صراحة والحمد لله. أنت كنت الملاحظات هذه من نتيجة التوتر اللي كان عندك ولا؟ والله مو توتر، تعرف الحماس المسابقة تجارب الأداء وودك أنت تظهر كل إمكانياتك فكنت رافع الطبقة شوية، لكن أستاذ محمد الغزالي قال لي انزل وشوي نزلت والحمد لله وصلنا للمنطقة الذهبية اللي يقول أستاذ محمد الغزالي يعطيهم العافية صراحة. إن شاء الله تسمع النصائح وتمشي عليها ورب يوفقك. أمامنا فترة نشتغل عليها إن شاء الله على الصوت على كل حاجة علشان نوصل عشان نحصل على لقب نجد العرب. يعطيكم العافية. على طل الندى والشمس تبسط نورها الحاني حالات الوقت في عيد جمع طل الندى والنور صباحك عيدي يا عيدي صباحك ريحي وريحاني
صباح الورد وانفاسه عبيرك ديم منثور صباح الورد وانفاسه عبيرك ديم منثور تعطر عيدي المشرق بطلة عيدي الثاني على شوفتك يا عيدي كياني طيب ومسرو. سامحني هاي ما عندي مشكلة. ولا اترك الخيار للجمهور، اذا انبسطوا من صوتك يصوتوا لك تكون معنا شرف ان شاء الله. يوم العيد يوم العيد ايوه يوم العيد يوم العيد ايوه يوم العيد يوم العيد ايوه يا مسلي على خاطري يوم العيد يا مفلسني ويا فاخري يوم العيد ويا مسلي على خاطري يوم العيد يا مفلسني ويا فاخري يوم العيد يا لا 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 خلاص روحي بحايل ما تفارق جبلها حبي لها عيال لكن لو صار وافرج حصاها وتوزل سهلها وانا راح اعطيك احمر عشان فور شباب يسوي لنا برنامج المواهب الجديدة. شكرا لك، مع السلامة حبيبي. الاسم حبيبي خالد علي محمد فلاح. والنعم والله. بسم الله بسم الله الله يلا في أول الذكرين أبدأ الله يا الله يا الله الله يا الله هيئ لنا منك رشدا الله عليك توكل لا تسمع شيء ثاني توكل على الله توكل على الله ها بشر ايش صار معك والله يبغى يسوي دويت معي انا كنت الحكم خلاص انا ما شاء الله فيديو كليب ان شاء الله ان شاء الله ايش الكروت اللي اخذتها من ايش التحكيم والله على طول هم قاعدين يلوحوا لي بالاخضر الله يمكن اليوم الوطني طيب موجود فنانين وعارفين الموضوع التراث الصنعاني هذا تراث ما حد يدخله الا واحد متمكن. طيب انت دخلت وانت مرتاح؟ انا عندي اكيد والله انا شفت الزملاء اللي طلعوا كنت في البدايه متوتر منشد العرب لكن شفت الزملاء اللي طلعوا قالوا كويسين الحمد لله طلع يعني ما في شيء كل سلس الحمد لله وبعد ما شفت لجنه التحكيم تفاعلت معي الحمد لله. يعطيك الف كلكم والله انا جاي كلي امل في الله ولاول مره اشارك كنت بشارك منشد الشارقه بس ربي حصل لي ظرف والان لاول مره اشارك في هذه المسابقه اللي هي منشد العرب وإن شاء الله ربي يوفقنا في الدنيا والآخرة بإذن الله. هلا يلي أناديه بحبيبي هلا يا فرحي وسعدي وطيبي هلا يا نصفي الثاني هلا بك هلا باللي أناديه بحبيبي هلا باللي أناديه بحبيبي. أعطيك الكثرة أصلاً إذا الجمهور انبسط على صوتك يصوت لك ويشارك تشرفني في النهايات. طيب الله يعطيك العافية. وأنا نفس الكلام. بالله عليك. السلام ورحمة الله. أهلاً بيك والله. كيف حالك؟ جاهز إن شاء الله؟ جاهز للتصفيات ولا بس هنا؟ لا لكل شيء ان شاء الله يلا متفائل توكل على الله وابدأ. فيا حجرة ضمت جمال النبي فيا حجرة ضمت جمال الحبيب حويت كريما سيدا بدرا
احسنت. ما بشتري صار معك اخضر كل اثنين اخضر. نعم ما شاء الله. انا والله يعني انه انا تعبان والله مرشوح بس يعني بس في شويه كذا هيك شيء بسيط يعني بس يتعدى يعني ما له بين بس لانه رشح قاتلنا. ما طيب دخلت متوتر انت ولا كنت مرتاح؟ لا عادي جدا. اختيارك كان الانشوده في مكان طيب. تمام انا اخترتها هون انا قاعد يعني صرت شو بدي اقول شو بدي اقول وخلاص ان شاء الله. طيب للتوفيق حبيبي ان شاء الله. كنت أنام في أحضان فهدمت الحروب جدار بيت وهان على بني الإسلام. رأيت أبي يجرجر في قيود وما لي حيلة غير البكاء. رأيت أبي يجرجر في قيود وما لي حيلة غير البكاء. وأمي حينما نظرت إلينا فاضت روحها نحو السماء. يكفي يا هود الله يفتح عليك. نعطيك أصفر وأعطي الرأي للجمهور و... أنا بالنسبة لي يا هود راح أعطيك فرصة للتحسن عشان تشارك من شرف الموسم الثاني. بدأنا بسم الله وبصلاة الله على رسول الله وآله الأطهار. بدأنا بسم الله وبصلاة الله على رسول الله وآله الأطهار. تغنى يا ولهان. أنا أعطيك لحم رعب. ميزنا الله بأن لنا عقلا يتدبر ويهيم بأرجاء الدنيا كي يسعد فيها ويعمر. أنا أرجعك للجمهور إذا حبك صوت لك. نفس الكلام الله يعافيك. العفو حبيبي. العفو الله يبارك. أنت الذي لك معجزة عجزت كل الورى وفضائل جلت فليس تحاك. قد فقت عطاها قد فقت عطاها جميع الأنبياء ومن سبحان الذي سواك وعلى صحابتك الكرام جميعهم والتابعين والتابعين وكل من والاك. الله يفتح لك. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ايش رايك نسمع حاجه سريعه؟ يلا نبغى نسمع حاجه سريعه ايقاعيه كذا مشوده يعني مش موال. ابتدي بالحمد لله واحمده واثني عليه واعترف له بالولايا كل خلقه بين يديه
كان لي ذا الليل شكوى ببتدي الشكوى عليه يا لا 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 يا لا 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 والثمن جل وحور والثمن جل وحور. والله أنت محير يعني مميز وفي شوي ها لا وفي شوي ارتبه في شوي سلطة في شوي في شوي ارتبه بهارات زايدة ولا ما أدري إيش الموجود يعني. ف أنا أقول أخضر إن شاء الله بس أبي أشوف منك شيء أحسن. إيه فالمسألة عليك تصعب شد حيلك يعني. بما أن الأستاذ عبد الله أعطاك أخضر فهو رشحك وأنا هعطيك أصفر عشان الجمهور كمان يرشحك إن شاء الله. هاي بشر إيش صار معك؟ الحمد لله كويس أعطاني أخضر أصفر. الله اخضر ولا اخضر دخلت مرتاح نفسيا جاهز والله في ارتباك شوي مع الوقت خلاص عدى ولا انه اثر عليك مع الوقت عدى هو كويس الحمد لله بس في كان شوي ارتباك لازم الواحد يرتبك شوي. ايش النصائح اللي قدموها لك المجلس الحكام؟ لا قال لي الاستاذ عبد الله انه المره الجايه نشوف احسن ان شاء الله. ناوي انك تمشي على النصيحه جو اكيد التوفيق يعطيك العافيه. وتستمر المنافسه في جده عروس البحر الأحمر. لم تنتهي المنافسة بعد، نلقاكم في الحلقة القادمة.